كلهم واحد، لكن ليس الله هو من ادعى الإلهية. هو الكاتب، هو الناشر، وهو وراء كل هذه الأشياء. وراء هذا العمل ستفيق، واللي ما حبش يفيق. هو المهماز، وهو المنخاز، وهو الحراز، وهو أيضا اللي وراء يكتب في الرسالة ويبعثها باسم المجاهدين. هو وش يمثل؟ لازم نقول الحقيقة اليوم. يمثل رأس حربة لضباط فرنسا. منين جاء النجاز؟ تعرفوش النجاز قبل ما جاء للرئاسة؟ يعرفش فيكم واحد يقدر يقول لي نعرفه؟ كانش واحد ترشح في الرئاسة جاي من وراء البحر؟ جابوا الحراز. وشوفوا كيفاش لما تحركت غردايا، حركها الحراز، راح سي النجاز. لما تحركت ورقلة، حركها سي الخراز، راح سي النجاز. لما تحركت قرت راح. لما تحركت عين صالح راح. من هو اللي يرسل فيه؟ واليوم وش بيها؟ ما كان حد شي لا في غردايا ولا في ها؟ وراهو شبه حبست. من هو اللي حرك فيها؟ وراس اخطبوط يحاول ان يعود من خلال الاذرع الاخرى. مع هذا الاخطبوط الذي اراد ان يتربرب عن الجزائر، رب الجزائر وربرب الجزائر والربوبة، ونسوا باللي الجزائر رب واحد يحميها. هذا يشري الخبر هو راس الاخطبوط باسم ربراب، لكي كان يعين الرؤساء والوزراء. اليوم معاش يقدر يعين حتى شاف ديبيرو في بلدية نارية ويحمي شعبه. للأسف شفنا في العديد من المرات محاولات ومحاولات عديدة باش تكسر هذه المؤسسة، وشفتوا في العشرية الماضية بعض الأبواب اللي كانت، لأن قوة جيشنا الشعبي الوطني وقوة مؤسساتنا الاستخبارية تقلق المستعمر القديم وتقلق كل من لا يحبون الجزائر. لفوا سمومهم وبعثوا أبواقهم باش أنهم يشكوا. نذكر في 2006، في 2007، في 2008، 2014، 2015، تذكروا ماذا كان يقال على هذه المؤسسة باش يكسروها. لماذا؟ حتى كان بعض، اسمعوا لي نقولها، بعض الأبواب حتى كانوا يتبوؤوا مقاعد ومسؤوليات الدولة الجزائرية، ويترأسوا حتى أحزاب سياسية كانوا موجهين سهامهم وأسلحتهم نحو هذه المؤسسة باش يكسروها، لأنهم عرفوا جيدا أن الدول اللي رابت